السلام عليكم، مرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على قلنا لكم باللي المشكلة أن هذا المشرف يجد صعوبات يعني في أي مباراة، يعني راه من الزيمبابوي ورواح رانا من 2021، من بداية 2000 من فيفري 2021 درنا 3-3 مع الزيمبابوي ورواح لليوم، يعني وين رانا نضيعوا في الوقت مع هذا المدرب. نقولها لكم ونعاود لكم يعني نهار اللي هدرتها ومازال كاين الفيديو، قلت لكم يا جماعه دوزيام ميطو رانا النيفو تاعنا راه يهود. شا كاين الناس خرجوا، روح انت واحد داير لي هذيك تاعها، روح انت في بلاصتو، واحد داير لي انت شكون، واحد داير انت منا انتوما شكون، قولوا لنا انتوما دروك شكون، هيا قولوا لنا انتوما دروك شكون. الا ما انت ما تهتش على المنتخب وانا ما نهتش على المنتخب، شنو قاعدين نديروا؟ الا على جال واحد مشرف، يعني مشرف راه مشرف على 6 ملايير، مشرف على 6 ملايير، يعني نشوف انا حاجه اللي نبغيها هو يشوف روحه راه مليح ولا يشوف. لا ما راكش مليح، ما راكش مليح، ما راناش ما راناش ما غاديش نروحوا بعيد، المهم ما نروحوش بعيد. هذه تاع بنجيبو كوب دافريك صار لها كيما تاع ميكانو يلهوكم يقول لكم ها من على شهرين غادي نلعبو مع البرازيل، من على 6 شهور غادي نلعبو مع الارجنتين، فرنسا دو مونداتنا، الاخرى لا هولندا لا بلجيك طليان، كانوا كيما هكا يديرو لكم. اليوم يدير كيما بنجيب كوب دافريك، واه جيب العراوي ماشي كوب دافريك. انا كي قلت لكم مشكله ان هذا المدرب لا يجيد يعني ويجد صعوبة في الفرق التي تستقبل اللعب وتعتمد على البلوك، يعني قبلنا بالرفض والناس وأننا أعداء المنتخب، في حين أن بعد المباراة السنغال قلت بأننا لعبنا مباراة جيدة، لكن ما ساعدنا أن المنتخب السنغال فتح اللعب وأوجدنا مساحات باللعب مباشرة وبمرتدات. اليوم دليل آخر أن هذا المشرف لا يفقه شيئا في حل مشكلة الدفاع، يعني حل شفرات الدفاع المنافسين، يعني بعد حلول المنتخبات تعتمد على كتلة متوسطة وتقدم الكرة، يعني نقول بالليل وتفرض عليك أن تكون أنت من تدير اللعب، ما كاش أمام يعني منتخبات متوسطة مثل تنزانيا. اليوم قلتها مرار وتكرار، هي منتخبات تطورت وتحسنت في طريقة الدفاع عكس السابق، اعتماد على كتلة متوسط منخفضة وتكسير اللعب، تحويل المباراة إلى ارتجالية وصراعات يعني بدنية، وهنا الوضعية تصبح معقدة. لكن أنت كمدرب مطالب بتقديم الكرة الاستباقية، تدير يعني نقولوا بلي تدير اللعب، ومن واجبك أن تجد حلول وأفكار تكسر بها تكتل الخصم. هنا في هذه النقطة بالذات وين فشل هذا المشرف فشل ذريع، يعني ما عندوش حلول. يعني تعال جربت وستارت، يعني راح لكم للستاد فينيك، ندوة صحفية قال لكم على الستاد فينيك، وقيلة راح لكم على الستاد، ندوة صحفية وقيلة أنا ما شفنا ما نبغيش نشوف ندوة صحفية تاعو نعرفها كدا، يا ستاد يا لاربيت يا المهم ندوة صحفية راكم عارفين، ندوة صحفية راكم عارفين. 35 مباراة كنا نربحو كي ربحناها والله العظيم، كيما تقولوا لنا نتوما 35 أمام الكاميرون يا دراستات كي كان داير، وعلى خسرنا مع مصر استاد في الإمارات كي كان داير، فينيك استاد كي والو، على فيكتوريا بهدلك مسح بيك لارف، فيكتوريا مسح بيك لارف، يعني خلينا متاع تجريب لاعبين وغياب عمل انسجام وغيرها من الحجج. المشكلة اتضحت أنها مشكلة أفكار مدرب يعني مقبل على تصفيات كأس العالم وكأس إفريقيا، وقت التجريب انتهى، على الأقل يجب تثبيت معالم التشكيلة الأساسية. مشكلة ليست مشكلة رسم تكتيكي 4-3-3 أو 4-4-2، لم تكن يوما معضلة هنا، بل هي أفكار
خطة تأتي بمدرب ينتهي نظام ثلاثة أربعة ثلاثة مثلا، وتأتي يعني بمدرب آخر ينتهي نفس النظام، وكلهما بنفس تعدد مثله. مثلا تجد أول صانع منظومة وفريق جيد جدا، والآخر العكس تماما، لأن مشكلة أفكار خطة وليس رسم خطة. هذه هي. كي تشوف عادل عمروس قدم مباراة تكتيكية من أعلى تراس في مرحلة دفاعية، خاصة النظام 4-3-2 يتحول أحيانا إلى 5-4-1 بين الخطوط. يعني هذا المشرف تاعكم أفكاره في تبديلات وكلها لم تأتي بالجديد، حتى المستوى كان غير مقنع. آخر فرصة اليوم يعني كانت يعني ما كان والو، ما كاش مسكين ما كاش. المدرب كنا عارفين يعني كي كملت بارتي كنا عارفين باللي حصل فسطاد. المهم ايه حصل فسطاد ولا هذه هي. هذا هو الندوة الصحفية، قال لكم تعبت من بحث عن ملعب يعني نطبقوا فيه خطة لعبينا. والله العظيم خطة لعبينا، معليش حنا كي تقول خطة لعبينا وتقول باللي المنتخب يطبق كرة تعتمد على التمرير القصير والسريع واللعب يعني، والملعب لا يساعدنا، حنا ما شفناكش تلعب هذه الخطة نتايا. والأطراف حط بولا نتايا، متى تحط بولا؟ يا ودي برك أنا من الشعبوية تاعك، أنا نقولها لك برك أنا من الشعبوية تاعك أولدي، برك أنا كلش باب، أنا نقولها لك. ولهلك ونعاودها لك، انا تعبني دير قدر روحك واخرج من المنتخب الوطني، بغينا نتأهلوا لكأس العالم ونديروا نتيجة في أمم إفريقيا، أرجوك دير قدر روحك دير، أنا نقول لك والله غير دير قدر روحك، ما راناش رايحين معك بقى. ما كان لا مش كي معك، غنبقاو نحصلوا في الملاعب، غنبقاو نحصلوا من يعني وتربحها. روح البحر الاخرى كيسموها موزمبيق استغفر الله، يسموها موزمبيق. واه العب هذيك وصحيك هاكا يهربت لك. اه هادي هي درنا، قال لك نيجيريا ودارت ماتش نيل. يا ودي انت شنو دخلك في نيجيريا؟ ولا ما تهضروش على مصر بحتى بستة جيبوتي، هاكو هدرتو عليها بوركينا فاسو مصر 3 نقاط، اثيوبيا سيراليون، يعني بو هادو ما كيباه. هادي هي، العب معليش، مازال ما فقر ما عليش تعرف. هذه يا اخويا بالك الضغط تاع موزمبيق من ربح، يمكن الضغط تاع موزمبيق من ربح، يمكن بالك يمكن بالك من ربح موزمبيق. لا ولا الملعب يعني سبايب كاين فامين نربحو كي بان ملعب ما نسمعوش ملعب. يا مين نربحو مين نربحو حنا ما نسمعوش الملعب. احنا مع النيجر في براقي ما سمعناش ملعب، والله ما سمعنا كاع، ما سمعناش. قاطر وربح بثمانية كورة، قال قاطر عالم والله العظيم، كان قاعد قاطر مليح.
ما تنساوش عطونا جيم كومنتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله دائما معكم بجديد. ومشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم.